استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، وفودا من عدد من الكيانات الشبابية المصرية. وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، إن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها. من جانبه أكد وفد الكيانات الشبابية أنهم بالفعل قاموا بعقد لقاءات حوارية فعالة مع الشباب لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة وأهمية دورهم في الممارسة السياسية، مع قيامهم بتوحيد الكيانات الشبابية كافة على قلب واحد.